بارك الله. تقول في سؤال لها أيضا: فتاة لم تأتها الدورة الشهرية في أحد الأشهر، وفي الشهر الذي يليه جاءتها مرتين، الأولى استمرت معها كالعادة 6 أيام، وفي المرة الثانية استمرت معها 8 أيام، فاغتسلت في اليوم السادس وصلت في اليومين الأخيرين. تقول: إني الآن خائفة، لأن الثانية ربما تكون استحاضة، وأنا لم أصلي في تلك الفترة ظنا مني أنه حيض، فإذا كانت استحاضة فماذا علي؟ لأني تركت الصلاة، وأنا أعترف بالإهمال، إذ لم أحاول أن أسأل أحد علمائنا الأفاضل، لكن الذي طمأنني أني قرأت أن أقل الطهر بين الحيضتين هو 13 يوما بلياليها. أرجو إفادتي، جزاكم الله خيرا. إذا كان الواقع ما ورد في السؤال فإن الفترة الثانية تعتبر من الحيض، إذا كان أتاها الدم مثل ما كان يأتيها في زمن العادة، وبين الفترتين وقت وفاصل من الأيام، فإنه يعتبر الدم الثاني حيضا، لأن العادة تتقدم وتتأخر وتزيد وتنقص، فإذا جاءتها فإنها تجلس. أما إذا كان ما أتاها الفترة الثانية إنما هو مجرد صفرة أو كدرة وليس هو في محل في وقت العادة، فإنها لا تلتفت إليه، لقول أم عطية: كنا لا نعد الكدرة والصفرة بعد الطهر شيئا. نعم.